طيب اذا رح نبدا اليوم نشتق معادله للافرج ويتنج تايم. هلا هاي في الواقع هي معادله يعني رح تضلها معادله نظريه لانه كل الكونديشنز هون اللي احنا مفترضين نفترضها، بس زي المعادله اللي اشتقناها للراوند تريب تايم تعطيني بنش مارك، تعطيني شيء ابدا منه اشتغل منه. مفترضين عندي سنجل انترنس فكل الناس بيدخلوا من نفس الانترنس، انكمينج ترافيك كونديشنز بس عندي ناس عم بيدخلوا بيطلع الطوابق اللي فوق، constant passenger inter arrival time فهون مفترضين الموديل مش بوصل مش exponential inter arrival time constant passenger inter arrival time constant value of t كمان احنا مفترضين هون t فكأنه عمالنا بنقول انه يعني rtt انه tau is not a variable constant وهذا كمان assumption. هلا هون في مفهوم جديد اسمه البانشينج. البانشينج يعني الاشياء بانش ايش معناها بالعربي؟ بنش يعني عنقود، هي عنقود بنش بنش اوف جريبس عنقود بنشينج لما اشياء فلما الاليفيترز يبدوا يتحركوا مع بعض ما يكونوا ايكوال سبيس بصير عندي شيء اسمه بنشينج فما فيش عندي ايكوال سبيسينج بينهم. كونستنت في اللي هي كونستنت عدد الباسنجرز اللي بيركبوا ان ايتش راوند تريب يعني ما بيختلف عدد الباسنجرز من تريب لتريب بضل عدد الباسنجرز كونستنت في كل تريب. هلا لو جينا بدنا نحط هدول الفيرز نرسم رسمه لل راح نرسمها هون دكتور لخ. نعم يعني انا مثلا بحسبها على اخر قيمه على الانتجين لما اوصل على الفايبر ريد لما اوصل على بي. نعم صحيح لما عندي بي معين عندي بي معين بدي احسب قيمه. هلا هي زي ما حكيت هي فيري هايبوثيتيكال لانه هون الشروط اللي عم نفترضها هايبوثيتيكال بس ما فيش مشكله في التصميم بشكل عام او في اي عمليه عمالنا بنيجي بنفترض في البدايه ايديلايزد كونديشنز بنحسب لهم رقم حتى يعطيني بنش مارك بعدين ببدا بطلع على الواقع شو بيختلف وليش بيختلف عن الواقع الحقيقي هون وايش الفاليو الجديد اللي بصير للافرج ويتنج تايم. كل ما ساءت مثلا لما تسيء هاي لما السوء هاي يصير عندي بنشنج بزيد الافرج ويتنج تايم. لما يصير عندي مثلا هون طبعا كونستنت بي لما تتغير بي راح يتغير العدد عندي هون احنا مفترضين عندي باد عاده التغير على الايديال كونديشنز راح يزيد الافرج ويتنج تايم. كمان لاحظوا هون انه حطيت انا الفورمولا التعريف الاول التعريف الاول اللي هو كان من وصول الباسنجر لحد بدايه الجول اذا نحطهم هون راح احطهم بس بدون ما احط التعريف كله كامل AWT و AW1T AWT1 هو from arrival للباسنجر until start of boarding وهذا هو التعريف اللي احنا معتمدينه هون بهاي بيختلف عن AWT2 AWT2 كان لحد بداية فتح الباب اللي راح يركبه هذا الباسنجر اذا هذا هون تعريف مختلف شوي بس يعني هذا التعريف اللي راح نشتغل عليه الآن بالنسبة لهاي المعادلة.